السلام عليكم ومرحبا بكم، اسمي ياسين وأتي لكم بحلقة جديدة من تخريب لعبات الشارج الفار، اللعبة القديمة المميزة التي لازالت مميزة حتى وقتنا الحالي. جئنا لهذا المكان، نحن متجهون هل هنا؟ أعتقد يا رفاق بأننا وصلنا للشفط الخطر، هنا سيأتون وستبدأ تلك المعركة وسيضربوننا. المهم إذا وصلنا للمكان فإنني سأشرح لكم بالضبط يا رفاق. الشيء الذي علينا فعله أولا هو المرور عبر هذه الجزر واكتشاف ما يوجد فيها. هناك جزيرة هناك، أريد صراحة الذهاب لتلك الجزيرة أولا واكتشافها. لماذا؟ لأنني تذكرت سابقا عندما قمت بتختيم هذه اللعبة ختمتها لوحدي، لم أقم بنشر يعني المقاطع لها، لكن تذكرت بأن هذه اللعبة مميزة فقررت يا رفاق نشر المقاطع لها. لم أتي لهذا المكان، هذا المكان لم أصل له سابقا، لكن اللعبة تريد منكم أن تكتشفوا المناطق كلها اليوم. شيب ليتس جو، اليوم سنأتي إلى هنا يا رفاق، سنحاول اكتشاف المنطقة. ما تشاهد هناك شيء ما في هذه الضفة، شيء مهجور مضر بهذه الطريقة، ونذهب حتى نقترب هناك. الصعب شيء يدور بسرعة يا رفاق، ركزوا، طريقة الدوران غريبة جدا. الآن سنقوم بفعل اكزيت للفيكل لكي نكتشف ماذا يوجد وهل في إمكاني نكتشف هذه الأشياء هنا أم لا. أتوقع نستطيع الصعود فوق من هذه الحجرة هنا، ليس كذلك؟ نعم نستطيع، شاهدوا وقفت فوق منها لكن لا أستطيع الصعود لتلك الضفة. هذا شيء عجيب، هذا منطقيا في إمكاننا الصعود هناك لكي ننظر. اللعبة ليست عالم مفتوح 100%، هناك بعض من الأماكن التي لا يمكنكم يا أصدقاء الذهاب لها. هنا نستطيع، نخلة كبيرة جدا. فايند فيكل، نعم لقد عرفت الفيكل فإنها موجودة في تلك الضفة، وأصلا قمت بركنها بطريقة احترافية. نأتي الآن هنا كي نكشف ماذا يوجد في هذه السفينة. من هذه الضفة تستطيعون يا رفاق الصعود فوق من الأحجار بلا أي مشاكل. هناك سفينة غارقة، هذا ما يوجد في هذه الضفة. وإذا غطسنا شيء واو 100% سيكون هناك كنز هنا، أنا متأكد. لهذا السبب سنحاول البحث. في الأسفل أما ها هناك شيء، ها قلت لكم أم لا؟ قلت لكم سيكون هناك كنز هناك أم لا؟ بالفعل لقد وجدته، أن مثل هذه السفن يا أصدقاء التي تكون غارقة، سفن البايرات، طبيعة الحال ستجدون الكثير من الأشياء المميزة. لن يكون هناك كنز واحد فقط، أنا متأكد ستكون هناك الكثير من الكنوز، لكن لقد عرفتم هناك كنوز، لن نبحث عن باقي الكنوز، نأخذ فقط ذلك الكنز الذي وجدناه ونتحرك الآن. لماذا يقوم بالسباحة يا رفاق بالجانب؟ لماذا لا يسبح بشكل جيد؟ شيء عجيب هذا. هناك كذلك تلك الضفة الأخرى هناك، القارب الخاص بنا تم تغييره، ركنته هنا. ممكن أخونا نعم أخونا هو الذي فعله، أخونا ركب في القارب وذهب، كأننا قمنا بالمشي فوق المياه في تلك اللحظة عندما فعلت الشقلبة، عبارة عن براميل. هذه البراميل يقومون بوضع في أغلب الأحيان الخمر فيها، يعني انهم جاءوا هنا لهذا المكان وجلسوا في هذه المنطقه. هناك شيء وجدنا حقيبه، ماذا يوجد في تلك الحقيبه؟ فيها نوت لديها علاقه ب بانامين بريزن، يتحدث عن سجن باناما. لا نعرف من ذلك الشخص، لكن هذا الشخص قديم جدا، يذكرني بريد ديد ريدمبشن 2، انه يحمل معه ذلك السلاح القديم. تقريبا هذا ما يوجد في تلك الضفه. الان يا اخي هيا لكي نذهب ونتابع التختيم يا صديقي. هذه المنطقة تذكرون بالمنطقة الأخرى التي فيها تلك السيارة، لكن هنا نحن في البحر. نعم لقد وجدت 400 مليون. الآن سنتجه يا رفاق نحو هذه الضفة، نذهب مباشرة هناك لكي نرى ماذا يوجد، وبعدها سنتجه يا أصدقاء للمنطقة التي علي الذهاب لها. هناك مكان هنا على اليمين، لكني سأذهب أولا في هذه الضفة لكي أكتشف ماذا يوجد، وبعدها سنضور نظر ونتجه وجهك. هنا لدينا طريق بسيطة. نستطيع يا رفاق، هيا عد نستطيع يا رفاق الصعود من هنا. أتساءل ماذا يوجد في هذه الضفة. هيا كيف يا صديقي؟ لا يمكن اصعد، بل يمكن. نعم بما أني صعدت هناك عرفت بأني سأستطيع فعلها. الآن سنصعد من هذه الضفة وسنرى ماذا يوجد في الفوق. ستكون هناك كنوز، ماذا لا نعرف، لكن مثل هذه الطرق تدل على أن هناك شيء خاطئ. هناك كنز،
لا وجود للكنز. هناك طريق أخرى أستطيع الصعود منها. لا يمكن أن تصعدوا لهذا المكان وفي الأخير لن تجدوا أي شيء. أنا أقولها هناك هذا الشخص ميت. جثة هذا الشخص. يجب أن تكون عنده شيء ما. يعني هناك شخص ما لقد وصل لهذا المكان ومات. سننزل. مع الأسف لا توجد أي طريق يعرفها. وهذا الشخص لا يوجد لديه أي شيء. حسنا سنقفز الآن. هيا. أحسنت يا صديقي. لن نموت. أنا متأكد. حسنا يا أخي تعال تعال عيني تعال. يعني الحد الأقصى لقد وصلنا له. وجدنا جثة ذلك الشخص لكن لا يوجد أي شيء هناك. أنت سيقتلوني يا أخي سيقتلوني. مغفل. قد لا تقوم بالسياقية المغفل. تركت القارة في مكان محدد أتركه في ذلك المكان. أخونا مغفل كبير. هناك طريق. ممكن أن يكون كنز في هذه الضفة لكني لن أنزل. هناك ذلك الكهف البسيط الذي جئنا له. وهناك جزيرة هنا على اليسار. وهناك منطقة هناك عليها. نعم لقد رأيت الكهف رأيته. وهاي السي. هناك شيء ما في تلك الضفة ممتع. سنأتي أول لينشي الضفة وبعدها سنذهب للضفة الأخرى. حسنا يا صديقي هيا. لدينا طريق في الأسفل هناك لكني سأصعد للأعلى. وهناك كذلك كهف في تلك الضفة. ركزوا أين هو. وهناك جسر. يعني هي هذه الطريق. إذا أردتم متابعة التختيم فيجب عليكم المرور عبر هذا لكي نقوم بحل الألغاز بطبيعة الحال. وأنا متأكد العساكر سيأتون هنا. ها الطريق من هنا. هناك ضفة أخرى كذلك يمكن اكتشافها هناك. المنطقة رائعة جدا. أنا الآن أستمتع يا أصدقائي بهذه الألوان والأجواء الخضراء. نعم. من هناك نخرج فهمت. يعني الضفة التي لم نمر منها تخرجني لهذا المكان. هنا لا يوجد أي شيء. أخي فإن جاي. سنعبر هذا الجسر. جسر متين هذا. لا شوائب عليه. وهنا يمكنكم الانزلاق كما تشاهدون. والقفز لتلك الضفة إذا أردتم. هناك هذه التاور. أول شيء عليكم فعله قبل أن تدخلوا التاور. دوروا بهذه الطريقة. اكتشفوا ماذا يوجد حولكم. انظروا للسماء. انظروا هل هناك طريق يمكنكم الصعود فيها حول التاور. لا توجد. الآن ادخلوا للتاور. لكي تكتفوا يا رفاق وتنتهوا. هناك طريق هنا لا. نعم هناك طريق. لا لا غير موجود الطريق. ذلك عبارة عن سلم. سلم قديم. نقفز هناك. أحسنت. الآن سنقفز هنا. جيد. بقايا هذا السلم ممكن هي تلك. هيا. أحسنت. يصعد الآن. جميل. ما هذا؟ هناك صندوق. نستطيع الصعود هنا. إيزي يا صديقي. نستطيع الخروج عبر النافذة. نعم. وبالفعل الطريق فإنها عبر النافذة. الآن سنقوم بفعل الباركور بطريقة معينة. الحبل. إيزي. الآن سنصعد عبر الحبل بهذه الطريقة. وسنقفز هنا. إيزي يا صديقي. وها نحن لقد صعدنا للفوق الآن. ماذا يوجد هنا؟ ها الريدل. ركزهم على ما ذهبي مصنوعة من الذهب. الآن سنقوم بتدوينها. عبارة عن سهم يدل على الفوق. هل في إمكاني مثلا تغيير ذلك السهم وسيفتح لنا شيء ما؟ هناك وجدنا الشيفرون إيرو. فهم. ضغط عليه. يعني يمكن الضغط عليه يا أصدقاء وستفتح بوابة سرية أو عبارة عن نافذة. وهذه النافذة تساعدنا لكي نستطيع الرؤية بشكل جيد. فتح شيء ما هناك في الأسفل. جيد. سهم. فتحت لنا الأسهم. جيد. الآن علينا تتبع تلك الأسهم يا أصدقاء. ممتاز. لكن قبل هذا أريد الذهاب لتلك الضفة هناك لذلك الكهف الذي رأيناه. أريد اكتشاف ماذا يوجد في ذلك الكهف. أخي يا تعال. سننزل عبر الحلب. الحلب الحلب الحبل يا أخي. هل تستطيع فعلها؟ جيد جيد جيد. نستطيع. حتى الأرض. ممتاز. حتى الأرض يا صديقي. الحبل طويل. طريق العودة الآن ستكون مختلفة. أريد الانزلاق هنا صراحة والنزول بسرعة لكن سأبعد علي الطريق. هذا السبب سننزلق من هذه الضفة وسنخرج في المنطقة الأولى التي كنت أريد المرور منها وهي هذه المنطقة. ستخرجنا بالقرب يا رفاق من الباخرة الخاصة بنا. قارب. وها هي العلامة. هذه العلامة الأولى. Follow these arrows. بالفعل لقد قالها الآن. ركزوا. الأيرو الأول يدل على أنه يجب عليه الذهاب في هذا الاتجاه. والأيرو الثاني لقد رأيته. خرج هناك. في تلك المنطقة كما قلت لكم سنذهب لكي نكتشفها وبعدها سنتبع الأيروز. هيا أخي. اللغز الأول قمنا بحله. الآن كما تشاهدون هذه هي المنطقة التي أريد المجيء لها الآن. رغم أن الأيرو إذا تتبعت الأيرو يقول لي اذهب هكذا في هذا الاتجاه. لكن الشيء الذي سأفعله سأتي عند الأيرو.
إيروس أشي عنده. فقلت لك اكتشف ماذا يوجد في هذا المكان وهل في إمكاني الصعود لتلك المنطقة، هناك منطقة الكهف أم لا. مع الأسف لا يمكن الصعود، يعني من الضروري تتبع الإيروس لكي نستطيع الخروج لتلك الضفة. وهناك حبل، واو ذلك الحبل داهب من الفوق، من الفوق يمكنكم النزول للأسفل. فهم الاستراتيجية حسن يا أخي، ما سنفعله الآن؟ سنقوم بتتبع هذه الأسهم لكي نستطيع حل اللغز. ركب شيء يا أخي، ركب، نعم ركب، ممتاز. الإيرو الآخر فينو؟ إيرو يقول لي بأنه يجب علي الذهاب هكذا مباشرة. ها هو الإيرو الثاني، هو هنا يقول لي بأنه يجب علي الدوران هكذا. سنضور عند الإيرو الثاني لكي نكشف إلى أين سيرسلنا في هذا الاتجاه يا رفاق. ها هو ها هو إيرو آخر هنا في الأسفل. هذا الإيرو يقول لي إذا في هذا الاتجاه، نتتبع هذا الاتجاه وننظر أسفل من البحر. ها وهناك إيرو آخر، إيرو يقول لي اذهب مباشرة، سنذهب مباشرة. هنا هذه الضفة فيها الإيرو قريبة من الأرض، إيرو يقول لي اذهب في هذا الاتجاه. جيد، ها هو إيرو، إيرو يقول لي دور، دور يا صديقي في هذا الاتجاه. جيد، نذهب الآن، كأنهم يرسلون لمنطقة معينة. نذهب في هذا الاتجاه، ها هو إيرو، ركزوا، إيرو يقول لي اذهب هكذا. واو الايرو لقد ادخلنا لي منطقة سرية يا حبيبي، ركزهم. بعد تشبع الايروز ستجدون هذا المكان السري يا صديقي. يا سلام، الايرو الان يقول لي تعال يا صديقي عندنا، تعال عندنا واصعد هنا عبر هذه السلالم. المشكلة هو ان السلالم مدمرة، ركزهم، يعني يستحيل ان نمر منهم. ما هذا؟ شيء يلمع هنا، عشبة خيالية، كسم اللون فيها اللون الأحمر يشبه البركان. حسنا، بما أن الطريق ليست هناك، الطريق من هنا يا صديقي، إيزي. لم تجدوا الطريق هنا، ابحثوا عن طريق ملكي تصعدوا يا أصدقاء. وياتي الطريق، نصعدوا عبر هاتي، ممتاز. شيلة هنا، شيلة شيلة الحمام، كيف خرج القليتشات سقط له، حسنا القليتشات. إيزي يا صديقي، هيا الآن سنصعد عبر هذا الكليف، ممتاز. سن العمل، هناك شيء ما لقد رأيته وظهرت العلامة لكن لن أهتم الآن. طريقة الصعود هنا فإنها خطيرة جدا علينا الحذر كثيرا. ها هو الهاربوني يا صديقي، الآن إيزي، ممتاز. واو كنت أنا أسقط، توقعت بأنني كنت قريب، فإذا بي تفاجأ بأنني لست قريب ولهم يحزنون. يجبنا أن نسقط وأن نعيد، أحسن العمل. وأنا عند صعدنا ذهبنا للمنطقة التي طلبوا منا الذهاب لها. ها أخونا سقط، ماذا سمعت وقال أوه يا أخي لا تقلق. واو شيش، بناية خطيرة، إيفري قام بتخبئتها في الأدغال. أدغال، يستحيل حتى ولو جئتهم بالطائرة في السماء يستحيل أن تعرفوا بأن هناك بناية هنا في هذا المكان، مستحيل. وشين مناطق خاصة بالاختباء. الآن سنذهب وسندخل لتلك الضفة. واو شيش، كافي آخرون كسهم. يس بيبي، صعدوا فيه. واو، جميع الطرق تؤدي أصدقاء المدخل، هناك طريق في الأسفل وهناك طريق في الأعلى. أخونا ذهب من الطريق هناك في الأعلى ونحن جئنا في هذه الحالة. شينو ماذا يوجد في هذه الضفة؟ يس نعم، طريق أخرى يا صديق، جميع الطرق تؤدي للمدخل، يعني مررتم على اليمين او على اليسار جميع الطرق ستوصلكم الى هناك طريقة هنا اذا اردنا مثلا الصعود. وهناك باب، المدخل مقفل. يس لوك، يس يس، لقد راينا اصلا الطريق يا صديقي، لا تقلق، هاي الطريق فقط، تعال ولا تقلق يا صديقي، هاي ايزي. هنا المكان مظلم شيئا ما، رغم كل هذا نستطيع الرؤية بشكل جيد. هي الطريق. سام ساعدنا لك نقوم برفع هذه القطع الخشبية يا صديقي. العمل أيضا سرعة في الأداء صديقون. يا سام ذهب، نحن سنأتي الآن، سنمر. جيد، أين خرجنا؟ ما هذا المكان؟ نستطيع النزول للأسفل لكن بما أن اللعبة وضعت لنا هذه الأشياء هنا، يعني علينا المرور عبر هذه الأشياء ومحاولة الصعود للفوق. طريق الصعود للفوق من هنا،
عدم النزول الى اسفل جيد. ها هناك جسر خطير وهنا سنزيل. ما ان شاء الله ممكن ان يكون كنز هنا توقع ذلك، لكن ابحث عن الكنوز بل ساتبع الطريق. لكن اكشف اولى حالات الى الغاز. نعم صعدنا الان الضفه التي رايناها سابقا. لا تذكرتم لدينا جسر فوق هذا الجسر ممكن ان يسقط يا اصفا. عندما تنظرون لنا فممكن ان يسقط. سام سامويل تعال نرفع سامويل الان. سنصعد عبر السلم سيذهب 100% سيسقط عليه ذلك الجسر. اذا لم يسقط عليه عندما سنصعد نحن سيسقط علينا. جسر ضعيف الان. سامويل سيحاول البحث عن طريق مشيشي هوا سينزل به ذلك الجسر. لا اثق في قلت لكم لا اثق في ذلك الجسر. ركزوا. يس يو ار اون ذا اذر سايد. لكن انا لازلت في السايد الاولى. الان سنصعد بهذه الطريقه سنحاول اكتشاف الطريق. هنا دابا عند اخونا سامويل. انتظر يا سامويل ساحاول البحث من هنا الطريق لقد وجدته. لكني ساكشف ماذا يوجد هنا. ها هو الكنز. راينا كنز يا صديقي عباره عن فيل. فيل عجيب هذا. والطريقه هي من هنا. حسنا هيا قفزه عالميه الان. جيد الان احتاج لي فعلا سلايدين بهذه الطريقه القفزه العالميه. مشكل ميت. تحرك 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 قبل ان تزجي تلك الخشبه. وجد الواي. احسنت. انتظر 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 هيا ممتاز ايزي بيبي فعلناها باحترافيه. Everything's good. ها ووجد يا اصدقائي هذا. يعني اذا تاخرتم شيئا ما سيقوم باحضاره لكم وستصعدون عبره. لكن تفاجأ قال ها قد وصلت الى هنا. بالفعل لقد وصلت يا سامويل. شاهدوا على منظر. Yes. You didn't hear me? This view is crazy. My brother. Why were you worried? شاهدوا الفيديو. I was worried you got distracted. Yes. I'm distracted now. الان يا اخي علينا اكتشاف ها قد رأيت الطريق. توقع رأيت الطريق يا رفاق. نربط الحبل هنا. هيا. احسنت. ممتاز. الآن قفزة العالمية يا صديقي. جيد. ايزي. حسنا. علينا الذهاب لتلك الضفة. هيا. ممتاز. ايزي بيبي. فعلنا. انتظر أولا أكشف ماذا يوجد هنا. لا يوجد أي شيء. فقط الأحجار. توقعت بأن تلك الأحجار عبارة عن عظام شخص ما. الآن سنصعد من هنا. هذه الأحجار أمرها سهل. نربط الحبل. إيزي. هاي هاي هاي. وركزوا من هنا. واو مختبئة يا رفا. خبأوه علينا. الآن الحبل الثاني هاو. نعم الآن نستطيع. فهمنا الاستراتيجية. فهمنا قليل من الذكاء. من صراحة عندما رأيت المسافة، المسافة كانت بعيدة شيئا ما لكي نستطيع القفز من تلك الضفة حتى هنا. مسافة بعيدة جدا. قليل من الذكاء ونحن وجدنا الطريق. وصامي يرى فإنه جاي. الآن الحبل الأمر سهل الآن. هيا. وأولى. اعتقدت يا رفاق في أننا سنستعمل استراتيجية سبايدر مان. هكذا وسنمر، لكن يجب عليكم الصعود بهذه الطريقة. هيا اصعد. تستطيع الصعود. لا لا في إمكاني يا رفاق الصعود في الحبل للفوق بدون المجيء إلى هنا ولا. لا اللعبة خدعتنا في هاتي لأثناء لهذا السبب ميت. الخداع فقط. لعبة الخداع هي هاتي. اللعبة خدعتني. كان في إمكاني إمساك في الحبل والصعود. هذا السبب لم يريد الصعود في البداية وأنزل الحبل. فهمت. هنا يجب عليكم يا أصدقاء الذهاب للضفة على اليمين. لا اللعبة خدعتني فقط. هناك يا رفاق منطقة هنا يمكننا الصعود لها. وهناك طريق في هذه الضفة وهناك طريق كذلك في تلك الضفة. قبل هذا سأتي إلى هنا لكي أكتشف. مكان غريب. شاهدتم يا أصدقاء. وشاهد لدينا هناك شيء ما في تلك الضفة. يا سلام. هل سنصل إلى ذلك المكان؟ لا أعرف. ممكن أننا سنصعد هكذا وسنضرب عليه دورا. هاتي أتساءل هل في إمكان الصعود حتى الفوق؟ من هنا لا يمكن. حسنا نعم. انتظر انتظر أولا.
كيف ما يوجد في الداخل. هناك كنز ما لا وجود للكنوز يعرفه. أخي تعال تعال الحق بي. ماذا يوجد هنا؟ لا يوجد أي شيء. نصعد من هذه الضفة. من هذه أصلا الطريق الحقيقية. أنسى نصعد إلى الفوق. هذه الاستراتيجية. وها نحن يا رفاق وصلنا لهذه الضفة. ها لدينا تلك ممتاز. هيا جاي وصلنا. انتظر هناك طريق من هنا. قليل من الذكاء يا رفاق وقليل من النظر ستصلون لها. ها كنز. يس نستطيع النزول اذا اردنا لكننا لن نفعلها الان يا اخي. We need to go baby, we need to go. Yes, right behind me. سيأتي بالخلف. مشيشي سابقني يا رفاق يا أخي سابقني. استطيع المرور كذلك من هنا بلا أي مشاكل. انتظر يا أخي اكتشف ماذا يوجد في هذه الضفة. واو يمكنني الانزلاق هناك. إذا انزلقت سأموت هنا. إذا انزلقت we are screwed boys. انتظر أولا نكتشف هل طريق آمنة في الأسفل أم لا. استطيع الصعود هنا ليس كذلك؟ استطيع طبيعة الآن سننزل شاهدوا الورود. واو الأرض خضراء. شاهدوا هذه الشجرة أين نابت؟ نابت أصيقا في جانب الجبل. وهنا واو 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 أتوقع يجب علينا القفز يا رفاق. لدينا هناك علامة يمكن وضع الحبل فيها. هيا اقفز سأقفز. هيا ممتاز وضعت الحبل. ايزي واو واو ايزي ايزي. شش اخي امسكه. واو شيت اخي هنا اين ذهب؟ ركزهم لقد ذهب هناك. هل يوجد كنز هناك في تلك الضفة؟ بالنسبة لنا نحن لقد نزلنا مباشرة جل الاسفل. هو اخونا سينزل سينزل. يعني طريقة النزول الحقيقية هي التشبث هناك نزول تلك الضفة وبعد التشبث في هذا المكان. لكن نحن نزلنا مباشرة يا رفاق الأرض. واو شي شي بنية كبيرة. هذا الباب مقفول. طريق من هناك 100%. وهنا ماذا يوجد؟ هناك كتب. ها خريطة. يعني بلانير ماسيف شيء ما. وهنا شيء بلدة سيتي. نعم شارع وهذه عبارة عن مدينة والبنايات. يعني كانوا يخططون لبناء مدينة كبيرة. شاهدتم وسيبنون كذلك الأماكن التي سيقومون بوضع الكنوز فيها. واو فيرست باتل المعركة الأولى. إيفري شيب يعني تعارك ضد شخص ما. توقع دمره وسرق كنوزه. باتل. وهنا اور كود الكور يعني المحكمة العليا. المحكمة العليا في السفينة. ها اللوغو الخاص بهم كابتن إيفري وجميع البايرتس الذين كانوا معه. اللوغو هذا الخاص بهم. Yes, the story of the founding of Libertalia. يعني حكاية ليبرتاليا هي المدينة السرية التي نحن في صدد البحث عنها لأن الكنز سيكون فيها. من هناك جئنا. هنا ماذا يوجد في هذه الضفة؟ سنكتشف كل شيء يا رفاق. سبلايز الأكل. نعم لقد فهمنا. المكان الذي جئنا منه فإنه هناك. يعني يمكنكم السباحة والمجيء لهذه الضفة باستراتيجية السباحة. يعني لا يوجد أي شيء هنا. علينا البحث عن الغرفة التي فيها الألغاز. هنا حل تلك الألغاز. وهنا سنسبح قد لكي نكتشف ماذا يوجد. هناك سلم. أين نحن الآن؟ أين خرجت؟ هذه هي المنطقة الأولى التي جئت لها. منطقة أخرى جديدة. نعم سبلايرز هي على الأقل عرفنا بأنه لا يوجد أي شيء. الآن سنحاول البحث عن المنطقة التي علينا حل الألغاز فيها. أنا متأكد سيكون هناك لغز في هذا المكان. دخلنا هنا. نعم هذه هي الضفة التي لازلنا لم نذهب لها بعد. بالنسبة للأمور كلها اكتشفناها.
هنري إيفري اللوغو الخاص به، وهناك بوابة. 100% علينا الوقوف هنا لنفتح البوابة. بالفعل فتحت بلا أي مشاكل، لا توجد فيها. نزل الباب. يس تستطيع. حسنا سنحاول. هيا بسرعة بسرعة بسرعة. يس 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 يس. ريلي هيفي خشب ثقيل والحديد. هيا الكنز يا صديقي، من أجل الكنز سنفعلها. دخلنا للمخبأ كما قلت لكم. الألغاز، غرفة الألغاز هي شيش في دول بيني. ما تقولون يا صديق؟ الكرة الأرضية شيء، كرة فيها علامات شيء، مشتري كواكب، وهنا العلامة. الآن علينا حل اللغز الذي وضعه لنا إنري إيفري. ها ركزتم الذي حدث، ظهرت تلك العلامة. استطعت طويرة. ركزتم. حسنا هاتي الكرة، هاتي العلامة. اعتقد كل شيء عندما اقوم بتدوير تلك فان هاتي كذلك تدور. ركزتم. موف. نستطيع فعل الموف ونستطيع فعل الروتيشن. الان دفعت الموف. الان الروتيشن. ما هو الشيء الذي يتم فعل الروتيشن لتلك في الوسط. اوكي. الان يجب علينا اكتشاف الامر. انتظر انتظر. ساتي الى هنا. ساحاول الان فعل الروتيشن. نستطيع تدوير هاتي. ركزهم. حسنا انتظر. ها هي العلامة لقد رأيناها. حسنا موف موف. هاتي العلامة تشبه تلك. ركزهم. الآن علي فعل الروتيشن لهذه الدائرة. كتدور. شاهدوا. الآن جيد. لا ليس هكذا، ليس هكذا. المكان الأبيض يجب أن يكون هكذا على ما أعتقد. يكون منير. والمكان المظلم يكون يا أصدقائي. ممتاز فعلنا. الأولى نجحنا، الأولى نجحنا 100%. خرج لنا الكابتن والبايرت. بالفعل أولئك البايرت الذي قمنا بحل اللغز الخصمين في الحلقة السابقة هم الذين ضاروا. الآن يجب علينا حل اللغز الثاني. الأمر لحد الآن سهل. شاهدوا هناك ضيل. ركزهم. صدر. سنقوم بتدويرهم. أوكي. هنا. هكذا. هكذا على ما أعتقد. هذا جيد أمره. شاهدوا؟ لا أخطأت. يجب علي إعادة تدويره. سنعيد تدويره بطريقة جيدة الآن. هكذا. انتظروا الآن نذهب ونرى. نعم هكذا. Everything is good. الآن بقي يدك. هكذا. يجب علي أخذه لمنطقة فارغة لكي لا أستطيع تدوير الاثنان معا. حسنا هي تحرك. منطقة الفارغة هي شيء ممتاز. الآن سأستطيع تدوير هذا لوحدي. استراتيجية تدوير سهلة شيء يعني، ليست صعبة. انتظر هكذا. ممتاز. الآن everything's good. Everything's good. اللغز السهل هذا ليست صعبة. اللغز السابق كان أصعب منها. لأن الضوء الظل يظهر لنا. هاهم لقد خرجوا. خرج البايرت. حسنا طارق ابن مالك والشخص الآخر. الآن لازال لدينا في الفوق. الفوق أمره صعب. هذا هو الوحيد الذي يدور. فهمت. لدينا لا لدينا اثنان. المشكل هو أنهم يدورون شيد. هذا عندما يصل لهذا المكان فإنه يدور. هركزهم. وهذا يدور كذلك. يعني يجب علي قلبهم بطريقة معينة. هذا إذا قلب شهر هكذا. شاهدوا الآن. لا.
يركب علي قلبه مرة أخرى. هكذا الآن ممتاز. هذا إيزي، هذا جيد. بقي الآخر، بقي الآخر. حسن، آخر سأفعل له هذه الاستراتيجية. انتظروا أولا أرى. هكذا يعني مقلوب، مقلوب رأسا على عقب. حسنا، هذا يجب أن يكون هكذا على ما أعتقد. شاهدوا الآن. لا أخطأت، سنستمر سنستمر، نضغط ضغطة أخرى. هكذا نكتشف الآن. شاهدوا، يس. نحتاج لضغطة واحدة فقط، ضغطة واحدة الآن. ممتاز. I think you got it. Yes, we got it baby. ممتاز. هنا أولئك عندما نقوم بتطويرهم يتحركون، نسمع عليهم تطويرهم وبعدها فإنهم سيعودون للمكان الذي علينا وضع ديزاين فيه. وبهذه أصدقاء الأضواء ستساعدنا، وهم لقد خرجوا، وخرج كذلك إنريفري وظهرت لنا الطريق. اللغز الأول ممتاز. شاهدوا المياه، خطيرون. أغنياء، لما تكونوا أغنياء تكون لديكم الأموال. بطبيعة الحال ستقومون بوضع عدد هائل جدا من الألغاز لكي لا يصل الناس لأموالكم. فقط الأشخاص الذين سيحلون الألغاز هم الذين سيصلون. حتى صعدنا الآن لمنطقة أخرى سرية. يس. ظهر تمثال ما، وذلك التمثال الذي هم ينظر. الآن ذلك المنظار ممكن أن سيرسلنا للمنطقة التي علينا الذهاب لها. واو، في إمكان القفز long way. yes. يعني علينا الصعود يا صديقي. هاي تلك الطريق، الحبل، الحبل الذي رأيناه سابقا في البداية. وقلت لكم ذلك الحبل، ذلك هو الحبل الذي سنستعمله في النزول منذ الصباح يا أصدقاء، ونحن نحل الألغاز حتى الليل أو المساء على الأقل في اللعبة. ركزوا، الأجواء لقد تغيرت. هيا صديقي سننزل الآن لتلك الضفة التي رأيناها سابقا، وها هو ذلك الكهف. يس، عرف ذلك المكان الذي علاقة باللعب، لم يقوم بوضعه عشوائيا فقط. الآن سنحاول النزول بشويش علينا. جئنا لنفس المنطقة الأولى التي كنا فيها سابقا. هيا يا صديقي، ونحن دعونا للقارب. الآن عرفنا المكان أصلا، سنعود. شاهدوا كذلك البحر كيف تحول. لا ضغط فقط بشويش على الزر يا صديقي. شاهدوا البحر كيف هاج، أصبح قوي شيئا ما. شاهدوا غيوم، هذا السبب توقعت بأن حل الظلام، لكن لا، الآن سننزل. هيا صديقي، هيا لكي نكتشف أين ينظر شيشي. هناك عاصفة، وفي بداية تختيم يا أصدقائي لقد ركبنا العاصفة. إذا تذكرت توقع هي هذه الأجواء، أجواء العاصفة لقد ظهرت. الآن تلك السباي جلاس يجب علينا النظر لها، هذا سنقوم بتدوينه. We picked up the journal. الآن من الضروري الصعود للفوق لكي نكتشف ذلك سباي جلاس أو المنظار إلى أين ينظر، لكي نعرف المكان الذي علينا الاتجاه له. ولحد الآن الأعداء لم يأتوا، يعني أننا نحن هم الوحيدون الذين عرفوا المكان. علينا مساعدة بعضنا البعض. نحن Let's go. حسنا يا سام، هيا. يس، نحن من سيفعل هذه اللقطة يا رفاق. هو المنظار. نظرنا مباشرة لتلك الجزيرة، جزيرة الرعد. هناك جزيرة يا صديقي. بعد حل اللغز سنتجه الآن نحو تلك الجزيرة. أنت سأل هل سيأتي الكلاب عندنا أم لا؟ إنه دائما في كل مقطع يكون هناك أكشن. تخيلوا إذا جاءوا قوم بتفجير القارب. ما الذي حدث لي يا أخونا؟ قمنا بحل الألغاز، هيا. ليس لدينا وقت لكي نقوم بتضييعه. واو واو واو، بالفعل جاءوا.
عرف شمال كلاب لن يتركونا وشان ها قاموا بالإحاطة بالمنطقة عرفونا وصلوا مشكل كبير الآن علينا الهروب هي هذه اللقطة التي ظهرت في البداية أصدقاء الحلقة الأولى هي هذه الكاتسين التي ظهرت يا رفاقي وبدأوا في اللحاق بنا نحن متجهون نحو الجزيرة وهم جايين واو 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 فجرونا ركزوا يظهرون لنا الآن اللقطة التي حدثت فجرونا ونزلنا ركبنا مرة أخرى في القارب وذهبنا مرة أخرى أسقطونا وماذا حدث لا نعرف بعدما ضربونا هذه هي اللقطة التي كانت في بداية اللعبة يرفق شيء القارب لقد تدمر خاص بهم والخاص بنا كذلك وها نحن خرجنا في البحر هي هذه اللقطة التي عشناها أثناء بدء التختيم لكننا لا لم نكتشف شيء الذي حدث الآن سنكتشفون القصة يا أصدقاء ببساطة أخونا لقد اختفى دخلنا الشابتر الثالث عشر الآن اسمه ماروند إن أنايزلاند يعني نحن وحيدون الآن يا رفاق في هذه الجزيرة لكن بالنسبة لي أنا سأكشف فقط بهذا في حلقة اليوم لا أعجبكم حلقة اليوم فضلا منكم دعموا الضغط على زر لايك ومقطع بصفايكم تدالك الخير أنا معكم ياسر أدعكم الله وجلات سطي ودعاه ولا تنسوا بأن السلام وخير ختام